سابوا أهاليهم بسبب الشهرة من كتر المشاكل اللي حصلت لهم مع أهلهم بسببها. فنانين المشاكل الشخصية غطت على حياتهم الفنية، والفضول كان مصاحب جمهورهم. تعالوا نشوف أبرز الفنانين دول اللي دخلوا في مشاكل كبيرة مع أهلهم وصلت للقطيعة. عن قلب داي وعن حبي. الفنانة أنغام ظهرت لأول مرة مع أبوها المايسترو محمد علي سليمان لما قال للجمهور في واحدة من الحفلات: هسمعكم صوت جديد يستاهل نسمعه، اسمعوا معايا صوت بنحضره لمصر في المستقبل، المطربة الصغيرة أنغام. يا أعز وأغلى وأطيب وكان عندها 9 سنين بس وقت ما عرفها أبوها للجمهور وفتح قدامها أبواب الشهرة والنجاح. لكن العلاقة بين أنغام وأبوها كانت متوترة جداً، وفي سنة 1994 قررت أنغام الانفصال عن والدها الملحن ومؤسس مشروعها الفني، وده علشان رغبتها في الاستقلال بحياتها الشخصية والفنية والمالية. فدبت المشاكل بينها وبين والدها، وخصوصاً لما قررت الجواز بمهندس الصوت مجدي عارف، وهو اللي كان رافضه أبوها، بس أنغام اتجوزت من وراه وغصب عنه، وقطعها والدها فنياً واجتماعياً لأكتر من 10 سنين، وخلفت ابنها الأول عمر، وناس كتير حاولت تتدخل للصلح ما بينهم، لكن أنغام رفضت كل محاولات الصلح مع أبوها سنين طويلة، لحد ما توفت أختها غنوة، في الوقت ده وقفت مع أبوها، وكانت متجوزة الموزع أحمد إبراهيم. أصالة خلافها مع إخواتها غريب جداً، لأنه خلاف سياسي في وجهات النظر السياسية بينها وبين إخواتها. وبعدين بدي أقول لك أستاذ توني، أنا بدي ورجيك الصورة هاي مشان بس أصالة تشوف الصورة وتعرف الأفضال اللي عملها الله يرحمه. وده اللي أدى لمشاكل كبيرة ما بينهم، وكان أخوها بيهاجمها في التلفزيون وبيقول أصالة ظالمة ومش مع الحق، وانضمت لي أختها ريم في صف أخوها في الخلاف، وكمان بسبب رفض أصالة أن أختها تغني وتدخل عالم الغنى. أما قصة رولا سعد المطربة اللبنانية مع والدتها، فهي واحدة من أغرب القصص في الوسط الفني. مفيش لقاء تقريباً ما عبرتش فيه رولا سعد عن كرهها لأمها. ما عشنا مرحلة بحياتنا طبيعية، مع هذا وكله أنا سمحتها، لأنه بالرغم من كل شيء أكرم أباك وأمك. بس مفيش لقاء تقريبا ما عبرتش فيه رولا سعد عن كرهها لأمها، وده بسبب ان والدتها بعد وفاة ابوها كانت بتعاملهم معاملة سيئة هي واخواتها، ودخلتهم ملجأ، وكان عمر رولا ساعتها 1.5 سنة، واول مرة شافت امها كان عندها 7 سنين في دار الايتام، ولما سألتها ليه سبتيني قالت لها ما خصك. نجوى كرم الفنانة اللبنانية المعروفة بدأت مشاكلها مع اهلها بسبب جوازها، وده كان من مدير أعمالها يوسف حرب، واللي كان مسلم الديانة ومتجوز وعنده أولاد، وكان من غير ديانة نجوى. نجوى اتحدت أهلها واتجوزته، وأهلها قطعوها حتى بعد طلاقها منه. أما أخوها نيكولا كرم ففضل مقاطعها فترة طويلة جداً رغم مرور السنين. وفي النهاية الزمن كفيل بحل المشاكل اللي بين المشاهير وأهاليهم، خصوصاً إن الشهرة مش دايماً حل.